ما هلأ فمنقول ليالي رمضان بعيون بيروت، ليالي بلون القمر، وبيسعدنا نكون عم نطلع عليكم بكل حلقة مع ضيوف جداد مبدعين كل واحد بميدان عمله. اليوم أنا بيسعدني شخصيا استقبل صوت رائع، شيخ من شيوخ الطرب بمدينة حلب، من الأشخاص اللي اشتغلوا على تطوير التراث الغنائي والموسيقى الحلبية والأغنية العربية بشكل عام. صوت أكثر من رائع، هلأ بتسمعوا وبتحكموا أنتوا بنفسكم على صوت ضيفنا إيهاب ياغي. أهلا وسهلا فيكم، رمضان كريم. رمضان كريم عليك ريتا. بدي أقول لكل الدنيا من ليالي بيروت عيون بيروت، بدي أقول لهم كل عام وأنتوا بخير، رمضان كريم إن شاء الله بالخير والبركة والبحبوحة من كل سنة، وإن شاء الله يا رب يقضوا معنا سهرة حلوة وتكون على ذوقهم بجديدنا. وبطلتك اليوم لبسة أبيض مثل حمامة السلام يعني منجرب كمان ننوع بإطلالاتنا أكيد. لتكون بمستوى كمان ضيوفنا والمشاهدين اللي عم بيتابعونا. مستواك عالي دايما. شكرا. اليوم عم نحكي عن حلب الشهباء وعم نحكي عن بيروت، يعني نعرف انه كل بلد وكل مدينة إلى تقاليدها وإلى طقوسها، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك. حطنا شوي بجو وإحياء وشوارع حلب من ذكرياتك بالطفولة إلى اليوم. حلب بالحقيقة ريتا بتتميز بشهر رمضان بطقوس خاصة، بالزينة إذا بدك، بطريقة الأكل، بطريقة يعني حركة النهار على مدار 24 ساعة، السهر، الخيام الرمضانية، يعني كلها انطلقت إذا بدك من هالمناطق هاي، بلاد الشام، من حلب والشام وتوسعت ولبنان كله. أكيد نحنا هون نحنا عطينا هالطابع هذا بهالخيام الجميلة وملقى الناس سهرة. طبعا شهر التسامح، العالم كلها بقى اللي مضيعة بعضها طول الوقت بيتلاقوا هاي الجمعة الحلوة، بيتلاقوا على طاولة وحدة، بياكلوا، بيقعدوا، بيتسامروا، بيسهروا للسحور، يعني هيك. انت عم تكون متواجد هلأ ببيروت أكثر؟ طبعا انا عايش ببيروت، انا عايش ببيروت، عايش ببيروت. كيف لقيت اجواء رمضان هون؟ عم تستفقد للاصل، لبيتك، لاهلك، ولا هون لقيت كمان اهل واصحاب؟ بيروت من زمان، انا من زمان بيجي وبطل لبيروت. بيروت دائما فيها اعياد، بيروت بحد ذاتها المدينه التي لا تنام، هي زينه وهي المناره للشرق الاوسط بالفرح والبرامج المميزه إذا بدك دايما بيروت حافلة ما شاء الله. بيروت وحلب وكل المدن العربية حافلة، بس دايما منقول يا رب العون يا رب من شان ليساعدنا ويخلينا نكمل بأيام حلوة بمستقبل أفضل. يا رب العون، يا رب العون. أغنية لألك دعاء فينا يعني هو مش بمعنى دعاء، حنحكي على الدعاء هلأ ريتا، بس يا رب العون بالكلمة يعني فينا بالكلمة نقول. هي حملت عنوان الألبوم الجديد اللي نزلته بالفيرجن ميجا ستور بهالشهر هيدا، مزبوط. وإن شاء الله الأصداء طيبة، وهلأ منسمعكم شي منها. طبعا تحية للفرقة الموسيقية، تحية للمايسترو جاك حداد والفرقة اللي دايما حاضرة معنا وبتواكبنا مع كل ضيوفنا. الله 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 يا إيهاب، يعني في سحر بصوتك وبتاخذ الواحد لمكان آخر. ما نريد كل المشاهدين لإلنا سحر حضورك يا ريتا حبيبي. لا والله جد، بدنا نحكي كمان عن حلب وبدنا نحكي عن الأدود الحلبية. اليوم يعني ذكرت انك من اللي اشتغلوا على تطوير التراث العربي والموسيقى الحلبية والأغنية العربية، كيف بصير هالشيء مع المحافظة على الأساس وبدون تشويهه؟ لأنه في البعض جربوا بس لقينا نتيجة ما بترضى الأذن. طبعا هلا التطوير شيء مهم جدا، يعني من حق كل حضارة، كل شيء تراث، إنه لا يمنع نحاول نطوره دائما، بس بشكل نحافظ على الخطوط العريضة إذا بدك، بالقالب اللحني يكون في حامل طابع طرب، يكون أكيد في ضوابط وأحكام لازم ما نتعداها، خط أحمر يعني خطوط حمر. فأنا واحد من الملحنين إذا بدنا نقول، والمطربين اللي دائما بحرصوا على وخوفي دايما على اني اقدم الاشياء اللي بتكون بالمستوى وما تكون كتير بعيده عن هالاصاله، هي تحافظ على هالمستوى بقالب جديد.
اليوم لما تكون ملحن وملحن عارف حاله شو بده، قد ايه الملحن المطرب اعدائه اكثر بالوسط الفني؟ يعني ما بعود عنده كثير اصدقاء من الفنانين، بيقولوا انه يعني الملحن لوحده شيء وملحن يكون هو كمان بغني صار شيء اخر كليا. والله انا ما بعرف من لحظه يعني اذا كانوا قبل يعني في ملحنين تحولوا لفنانين لمغنين فبعدوا شوي الفنانين الاخرين عنهم. يعني بكل الاحوال ريتا اللي بيغنوا كتار والفنانين قلال، اذا بدنا نقول يعني الحقيقه مفروض هذا الشيء من جوا لما اللي صاحب هالمسؤوليه عم ينطلق من ذاته مفروض يقدر ويفهم ويدرك وما يكون سوداوي دائما، مفروض يكون عم يشتغل بمحبه ويقدم بمحبه. انا قدمت كثير اعمال لنجوم من تونس، تحياتنا لتونس الحبيبه وكل الوطن العربي وشعب تونس الغالي، فقدمت لهم من كلماتي من الحاني اعمال حبوها ونجحت، وعقبال هون الباقة الحلوة الموجودة من الفنانين اللي بتجرد بتقدم بدون ما تقول هالأغنية ممكن تكون لإلي، ما بيكون عندك أنانية انت عم لا تقدم. أنا ريتا بفصل إذا بدنا نقول على كل صوت وإله نمطية، إله يعني إمكانيات معينة بالأداء وبشي بيلبق له، بيلبق للكاركتر لهالفنان اللي برسم له، للفنان اللي عم بتغني شو النمط اللي بيلبق له شو كذا. أكيد يعني ما كل الأعمال الحلوة لازم بتلبق لصاحبها، يعني للملحن إذا لا ما كان حدا عطى أقدم أعمال، يعني أكيد أنا بقدم بمحبة، وبالعكس بالعكس أنا بتشرف أني دايما والهاجس تبعي أني أوجد صوت جميل، بتمنى دايما أنا بحب صوت شوف اسمع شيء جديد دايما أصوات حلوة. نحن رح نوعدهم أنه رح نقدم ليلة ولا أروع ورح نسمع أجمل الأغنيات بصوت إيهاب ياغي، يعني من بيروت نرجع على حلب. أنا حرد عليها حلب. أنا حرد عليها على الطريقة الحلبية، على الطريقة الحلبية بس على طول. طريقتك تنتمي لأي مدرسة بالقدود الحلبية؟ عفوا مدرسة إيهاب ياغي. طبعا أنا بعتز وبفتخر أني أنا لحقت ريتا ودرست الشيء اللي عم تحكي عنه من هالأصالة، هي شربتها من النبعة مثل ما بيقولوا هالمشايخ الطرب الأصليين اللي الله يرحمهم ما بقي حدا منهم، لحقتهم أنا آخر عنقود كنت ونهلت منهم هالثقافة وإذا بدك هالموشحات الأندلسية وإلى آخره، فالله يرحمهم وفضلوا علي، ولولاهم أنا ما كنت ولا بكون اني انا اليوم عم بقدر غني وبقدر كون بالارتجال مالك الشيء اللي عم قوله. قبل ما نسمعك ايهاب، الأدود الحلبية تحديدا والفنانين السوريين اللي بيأدوا هاللون الحلبي الاصيل كتير صاروا متواجدين ببيروت، قد ايه برايك عم بياخذوا فرصتهم هون وقد ايه عم بيكونوا خير ما بيدل على الأدود الحلبية؟ مصائب قوم عند قوم فوائده. يعني أنا بقول إذا بدنا يعني نجاوب بطريقة وسطية يعني حتى أكون راضي، لأني ما فيني كتير جامل، معروف إيهاب ما كتير بجامل، لأني لما نتعب على حالنا كتير ومنشوف مين عم ياخدها هيك يعني بطريقة ما، فدائما في 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 اصل، في نسخه اصليه وفي تقليد، فالحقيقه الله يوفقهم وما بيصح الا الصحيح. هذا معنى بقلب الشاعر. يعني ما بيصح الا الصحيح، لكن الحلو في الموضوع اني عم ينشروا هالتراث، هذا اللي عاجبني من القصه انه هالثقافه عم ينشروها. هلا طريقه النشر، طريقه الناس اكيد حتبقى مع الوقت ما بيصح الا الصحيح ريتا، اكيد في دائما عندك في تصنيف للحكايه، بس الحلو اني عم ينشروا بدنا الاحلى مش الحلو، بدنا الاحلى الاحلى. خلينا نقول من هون من الدو يا ليل 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 يا
ليل 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 يا ليل 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 يا ليل 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 يا 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 ليل ليل رب الوجه الصبوحي 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 يا رب الوجه الصبوحي انت عنوان 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 انت عنوان الامل اذكري بالاسم روحي يا روحي يا روحي خمرة الروح 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 القبل خمرة الروح القبل القبل خمرة الروح القبل انت جودي فاصليني صليني انت جودي فاصليني صليني انت جودي الف جودي انت جودي انت جودي انت جودي يا ليل 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 انت جودي فاصليني انت جودي فاصليني يا سليني يا عيني
صليني يا روحي والنبي صليني تجودي فصليني أسوة بالعاشقين أو ضمني فاندوبيني مجدك يا قلعة حلب أو عزبين الشمس الكتب أو مجدك يا قلعة حلب عزبين الشمس هي وبمية الدهب كتبنا يا حلب وبمية الدهب كتبنا يا حلب وبمية الدهب كتبنا يا حلب انت فجر الدنيا فجر الدنيا وقيت ضم الضرب وانا والعز انسكب عدراجك يا حلب انا والعز انسكب عدراجك يا حلب انا والعز انسكب عدراجك يا حلب وانا والعز انسكب عدراجك يا حلب تاريخك اسطوره محفوره بالدهب وانت البطولة البطولة إلك وانت الرجولة ورجال أهلك أنا انت البطولة البطولة إلك وانت الرجولة ورجال أهلك لا تقلي معتب الحبايب رتب لا تقلي معتب الحبايب رتب لا تقلي معتب الحبايب رتب انت فجر الدين وقيت اما الطرب وقيت اما الطرب وقيت اما الطرب وقيت اما الطرب ايه او بيني وبين حبايب الجبال مش قادر
الضحية مع طلعة الفجرية الشمس منها تروي كواكب عيني تري يا سلام يا سلام قوم العبي أنا يصلى حالي كبش الغنم أولاد رحلك يا عيني بالعبي ويصلى حالي كبش الغنم أنا لاد بحلي وعمل لك راعي واسرح لي ورع الغنم أنا بعصي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام والله الليل ما بنا صبحية ما طلعت أيوة الله يا إيهاب نحن متابعين لأنه بعد ما طلعت الفجرية عنا أكيد نحن بعدنا بأول السهرة يعني من بيروت ما نرجع على حلب أنا حرد عليها حلب. أنا حرد عليها على الطريقة الحلبية على الطريقة الحلبية بس على طول. طريقتك تنتمي لأي مدرسة بالقدود الحلبية عفوا مدرسة إيهاب ياغي طبعا أنا بعتز وبفتخر أني أنا لحقت ريتا ودرست الشيء اللي عم تحكي عنه من هالاصاله هي شربتها من النبعه مثل ما بيقولوا هالمشايخ الطرب الاصليين اللي الله يرحمهم ما بقي حدا منهم لحقتهم انا اخر عنقود كنت ونهلت منهم هالثقافه واذا بدك هالموشحات الاندلسيه والى اخره فالله يرحمهم وفضلوا علي ولولاهم انا ما كنت ولا بكون اني انا اليوم عم بقدر غني وبقدر كون بالارتجال مالك الشيء اللي عم قوله قبل ما نسمعك إيهاب الأدود الحلبية تحديداً والفنانين السوريين اللي بيأدوا هاللون الحلبي الأصيل كتير صاروا متواجدين ببيروت قدي برأيك عم بياخدوا فرصتهم هون وقدي عم بيكونوا خير ما بيدل على الأدود الحلبية مصائب قوم عند قوم فوائدوا يعني أنا بقول إذا بدنا يعني نجاوب بطريقة وسطية يعني حتى أكون راضي لأني ما فيني كتير جامل معروف إيهاب ما كتير بجامل لأني لما نتعب على حالنا كتير ومنشوف مين عم ياخدها هيك يعني بطريقة ما فدائما في 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 أصل في نسخة أصلية وفي تقليد فالحقيقة الله يوفقهم وما بيصح إلا الصحيح هذا معنى بقلب الشاعر يعني ما بيصح إلا الصحيح لكن الحلو في الموضوع إني عم ينشروا هالتراث هذا اللي عاجبني من القصة إنه هالثقافة عم ينشروها هلأ طريقة النشر طريقة الناس أكيد حتبقى مع الوقت ما بيصح إلا الصحيح ريتا أكيد في دائما عندك في تصنيف للحكاية بس الحلو إني عم ينشروا بدنا الله. الأحلى مش الحلو بدنا الأحلى الأحلى اللي. خلينا نقول من هون من الدو يا ليل 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 يا ليل 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 يا ليل 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 يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ربنا
هذا الوجه الصبوحي ربة الوجه الصبوحي ربة الوجه الصبوحي ربة الوجه الصبوحي ربة الوجه الصبوحي يا ربة الوجه الصبوحي الصبوحي ربة الوجه الصبوحي أنت عنوان 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 يا ربة الوجه الصبوحي أنت عنوان الأمل تذكري بالاسم روحي يا روحي يا الروح 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 القبل خمرة الروح القبل القبل خمرة الروح القبل انت جودي فاصليني انت جودي فاصليني انصليني انت جودي الف جودي انت جودي انت جودي انت جودي يا ليل 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 انت جودي فاصليني انت جودي فاصليني صليني يا عيني صليني يا روحي والنبي صليني انت جودي فاصليني أسوة بالعاشقين أو طابني فاندوبيني بظلال
سليني سليني يا عيني سليني يا روحي سليني 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 جودي فسليني أسوة بلا عاشقين أو تظني فندميني أو تظني مجدك يا قلعة حلب اوعى عشبين الشمس انكتب مجدك يا قلعة حلب عشبين الشمس هي والمية الدهب كتبنا يا حلب والمية الدهب كتبنا يا حلب والمية الدهب كتبنا يا حلب انت فجر الدنيا شردني قوين ضم الضرب وانا والعز انسكب عدراجك يا حلب انا والعز انسكب عدراجك يا حلب انا والعز انسكب عدراجك يا حلب وانا والعز انسكب عدراجك يا حلب تاريخي كسطور محفورة بالدهام وانت البطولة البطولة إلك وانت الرجولة ورجال أهلك أنا انت البطولة وانت البطولة إلك وانت الرجولة ورجال أهلك لا تقلي معتب الحبايب رتب لا تقلي معتب الحبايب رتب لا تقلي معتب الحبايب رتب انت فجر الدين هو ايه اما الطرب هو ايه اما الطرب هو ايه اما الطرب هو ايه او بيني وبين حبايب الجبال مش قادر اوصل ليهم بيني وبين حبايب الجبال مش قادر اوصل ليهم ما أسعدك صبحية ما طلعت
طلعت الفجرية الشمس منها تروي كواكب عيني دري يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام والله من نار السايل وشك ويتك وانت تشكي من نار فما رح تنسى بحياتك اكيد. قديه عم بتشوفوا دراما محبين للمسلسلات يلي هن الطبق الرئيسي خلال شهر رمضان المبارك؟ الحقيقه ريتا اذا بدي اكون صادق وهيك تعلمت بعد ما لقيت حالي علقت بشيء مسكت شيء او في شيء اثرني بعد انا بعكسك لأني تمام لاني لا الحقيقه شوي ضغط العمل بهالمرحله هي كانت كثير يعني كل اللي حوالي بيعرفوا فكنا كتير مضغوطين وانا حتى كنت متوقع اني اقضي رمضان بكندا ف لا منيح اللي قضيته عنا ومعنا رمضان حلو بالعائلة بس في كتار أكيد. في كتار غيركم علقوا بكتير مسلسلات على قناة المسلسلات اتش دي ضمن باقة الفا كيف حلو كورال كمان على الاخر كل شيء ظابط اليوم صحيح اذا شي مره سجلتيها خديني بعمل لك بس اذا سجلتها اجواء اجواء لا على كل حفله هيدي هي هلا انا عندي سؤال بيطلع لنا شيء تعويض هون على هذا الكيس ولا خلص هالفرشيه وخلص يلا جرب حظك مره جديده هلا بدي دور المرايه عن جد هيدا البونس تبعك طب خلي الفرقه تشجعنا شوي بلكي هيك بلكي هيك بنعمل شوي حماس ايه ايه اعلى اعلى غمض عيونك غمض عيونك فجأة هاي الي معلش عليكم. الشوبك بيشبه هيدي معناته هي يعني هيدي يعني يا هيك يا هيك لا هيدا بوجع اكثر انتبه الله يسامحك معقول اليوم معقول الليله معناها خلص السحور عندكم
بسحور عندكم الليله هي المقلايه وهي هيدي مقلايه ريجيم هيدي عامل دايت على على الاخر حلو بس انا عم بسال حالي شو ممكن ينعمل فيها يعني ممكن تهديني اياها لانه بتلبق على مطبخي عن جد يعني رح اخذها انا هالمره عم بسحب شيء ما عم بيطلع لي منه شيء هلا على البريك اسحب قد ما بدك لا عندك مجال تسحب اكثر ما رح نطلع فاصل علينا اصدقاء لنرجع نتابع سهرتنا واجواءنا الحلوه اجواءنا المختلفه عن الاجواء اللي حدنا لان نحن الشرق الاصيل بريك وبنرجع يا مالك الملك يا مالك الملك ولا قبلك يا والشكر لك والفضل لك يا الله يا الله يا نشكو إليك نشكو إليك ضعفنا وبلادنا ارحمنا يا رب الكون فرج علينا شقاءنا والشكر لك والفضل لك يا الله يا عندك إيه دغري حضر حاله اكيد من عندك يلا كل شيء بيهزم عرفتي بياخذ المبادره دائما يلا ممكن يلا. سؤال لك يكون او ممكن سؤال هالمره بدون فيبو. فرقه ولا شو مع الفرقه مع الفرقه يلا ايه لازم مشان ضاعوا ما عاد بينوا وهيدا لا إيهاب السؤال ميحة. ايه متفقين نحن انت ايهاب حاضر نفسيا ذهنيا معي. كل شيء لقيت دعوه للمشاركه بفيلم استعراض غنائي الى جانب النجمه هيفا وهبه بنوجه لها تحيه أكيد. ولدى قراءه السيناريو تبين انه هيفا رح تغني 7 اغنيات بالفيلم وانت اغنيه واحده بس كيف بيتصرف ايهاب المشاغب المشاغب لا في هيفا اول شيء
إيهاب كويس يغني أغنية وحدة، معقول يغني أغنية وحدة، بيكفي يغني أغنية وحدة. حتى يبين إيهاب لازم أغنية وحدة بيكفي، مش بحاجة أغني سبع أغاني. هيدا إيهاب المسالم. أيوة، وهيفا نحنا أنا بحب شوفها بسبع أغاني. يا شو تعبان على لسانك الحلو. هو بس يسمع اسم هيفا خلص ما بيعتبر بطل يغني. هيفا مهضومة وكل العالم بتحبها وبيلبق لها، فأكيد حتقدمهم طريقة حلوة. أنا بيكفيني حدا أغنية إذا طلع لي أغنية منيح. بس لقلك إنه نحنا بهالليلة يكفينا أغنية منك، هيدي مو صحيح. أيوة هيدي مو صحيح. أنا بدي أشكر كتير حضوركم معنا الليلة. إيهاب أنا بدي أشكر أوربيد على لياليكم الحلوة، وإن شاء الله رمضان كريم مرة تانية على كل اللي عم يحضرونا وعليكم. ونحن عم نشتغل على كندا هلأ وتونس، في مهرجان بتونس بمدينة صفاقس يتوجوها عاصمة الثقافة العربية. معقول يكون موجود أنا. وبنفس الوقت بالنسبة لكندا عم نمشي بالإجراءات لنشوف كيف، وهيك عم نعيش أصداء نجاح الألبوم الجديد. وإن شاء الله الابتهال اللي حكينا غنينا عنه يكون صدى طيب. إن شاء الله يا رب تستاهل كل خير. خليك يا رب. شوفنا بتستاهلوا الخير فعلا، ومن نجاح لنجاح أكبر، ويضلوا أساميكم نجوم هيك، وتضلكم مار مثل ليلتنا بلون القمر. ختامة مسك على طريقتك إيهاب. يلا منقول وحشتني عدد نجوم السماء وحشتني. ونحن كمان مشاهدينا بيوحشونا من ليلة لليلة. بكرة منتلاقى معكم من جديد، أخبار جديدة وضيوف وطرب. انطرونا. وحشتني عدد نجوم السماء، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني في كل يوم إنما وحشتني أكتر وأكتر. وتعالى نخلي الحلم حقيقة، تعالى 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 نعوض كل دقيقة، تعالى 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 نخلي الحلم حقيقة، تعالى 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 نعوض كل دقيقة، تعالى تعالى. من خوفي لبكرة يفرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا، من خوفي لبكرة يفرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا. اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتي.
حبيبي خيالي حبيبي خيالي ليالي 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 أنت أهلك بليالي البعد يا ريتني اشوفك يا حبيبي يا وبغني وانا بحلم بلقاك الله على لقى الحبيب بعد الغياب حلاوته بتخلي الهوى يرجع شباب الله الله تعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى 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 نعوض كل دقيقة تعالى تعالى وتعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى 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 نعوض كل دقيقة تعالى تعالى من خوفي لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا من خوفي لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي